السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة السومة. اليوم إن شاء الله هنقدم لكم طريقة تزيين 5 أشكال من بسكوي الصابلي الخاص بالسبوع أو الولادة، بألوان اللي كيجيو مع الوليدات والبنيات، اللي هو اللون الأبيض والفضي والذهبي. بالنسبه للطريقه ديال عجين الصابلي، غتلقاو الرابط ديالو اسفل الفيديو، كيجي لذيذ بزاف. بالنسبه ليا احسن صابلي جربته، ما بقيتش كنستغنى عليه، بالاخص الا خدمته بزبده ممتازه. الطريقه، اول حاجه كنقوم بها هي تغليف كل قطع، عاد نبداو في التزيين. غنحتاجو العجين، سكر، بيضه، وقطعه دائريه نفس القطعة اللي طبعنا بها عجين صابلي، غنطبعو بها عجين السكر. بعد ما بسطناها جيدا بهذا الشكل، كنطبعو الكل، ثم كنلصقوهم بقليل من المربى أو ناباج. غنحتاجو في الادوات للتزيين هاد الطوابع الخاصه بالزياده اللي فيها هاد الشكيلات، وقالب السيليكون ديال الدبدوب، وقالب السيليكون ديال الاشرطه اللي غندير بهم كادرات، حتى تشوفوا معايا كيفاش وغادي تفهموا. وعندي ملمعات بريو الذهبي والفضي، وقالب سيليكون ديال بابيون. والان غنبداو بالشكل الاول اللي على شكل قميص البيبي، كنبسطو العجين ونملسوها جيدا باش تجينا الفينيسيون مزيانه. ونطبعو الاقمصه بالطابع الخاص بهم، غنلونهم ملون بودرة ذهبي اللي يجي شي شوية الأصفر. وغنلصقهم بقليل من الماء، وفي الوسط ديال القميص نلصقوا البابيون اللي لونتها بالفضي. شوفوا معايا كيفاش درتها.
كندهنها من الفوق بين الماء، كندهنها من الفوق قليل من الماء باش يلصق فيها البريو الفضي، ومني كنشوف الماء كيبقى لاصق فيها البريو. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. ندوزو الشكل الثاني ديال الرضاعه. غنلونو كل قطع اللي غلفنا بالملون ونطبعو الرضاعات بالطابع الخاص بهم ونلصقو كل وحده قليل من الماء. ثم لونو الوسط ديالها بالفضي كيف العادة. كندهنو بالماء باش يلصق فيها البريو ونخليو الرضاعة بيضاء. هذا هو الشكل ديالها. ندوزو الشكل الثالث على شكل صورة ديال الدبدوب. كنرولو العجين بشكل طولي ونطبعوها في هذا القالب اللي غندير به الكادر ديال الدبدوب. ولا كان عندكم القالب الخاص بالكادرات غيكون احسن، انا ما عنديش لهذا استعملت هذه الفكره. كنلصقو بقليل من الماء على شكل مربع او مستطيل. غنلونو بالبريو الذهبي في الوسط. وفي الوسط غنحطو الدبدوب اللي طبعت بقالب السيليكون الخاص به وغنلونو بالفضي. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. ندوزو للشكل الرابع. نفس الطريقة كنغيرو غير الطوابع وكنلعبو بالألوان. كنظن كل شي واضح، ما كاين من شرح. وهذا الشكل الخامس والأخير. بالنسبة لهذه الخطوط راسيتهم بهذا الشكل كيعطيو منظر زوين.
لصق الجوهر على شكل كادر باش تبان بحال الصورة، ولونته أيضا بالفضي، وفي الوسط بالذهبي. ثم لصقت الدبدوب والبابيون وخليتهم في الأبيض، وهذا هو الشكل الأخير ديالهم. نتمنى يكونوا عجبوكم، ما تنساوش لايك وتبارطاجيو مع احبابكم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء، في أمان الله.